تاكسس هم الضرائب يا أخي. اه خويا، ايباي ولا شوبيفاي؟ انا قلت لك ايباي الا بغيتي تبدا بايباي، ما درستش دروب شيبين، تفهم كيفاش تدوز الروتون، كيفاش كتجي كتدوز المبيع، كيفاش كتبيع، كيفاش شنو هي الماركتينغ، شنو هما التقنيات اللي غادي ديرهم باش تبيع المنتوج ديالك. اما بالنسبه للشوبيفاي هادشي خصك تكون ميتريزيتيه، تكون قريتي على الدومين، فهمتيني؟ ما يمكنش اخي تكون تبدا في هاد الدومين وانت ما عقلك خاوي وما عندكش، ما عندكش منين تجيب ترافيك. ترافيك هو الناس اللي غايشريو من عندك، ما عندكش انت اصلا. ايباي كتتيح لك الفرصه ان هذاك الترافيك يجي عندك على حسابها. نعم، المهم انا اخدم بهم تنهضر معاك. المهم ما عرفتش الصوت دابا واش مقاد ولا لا، الا كتسمعوا الصوت مزيان غادي نحاول. واخا ما عنديش مع لي زيكوتم، كنبغيش ندير فودني كيتبلوني ولا خوتي. واش الصوت مسموع دابا ولا ما مسموعش دابا؟ حيت الدري كيقول راه مسموع الصوت، انت كتقول ما مسموعش الصوت. المهم عطوني خمسة، كتبوا لي خمسة باش نعرف الصوت مسموع. الا ما كانش مسموع نحاولوا اننا نحيدوا هاد اللي كيتعاود ثاني ونرجعوا كما كنا في الاول وصافي. انا كنعتقد ان الصوت مسموع ومقاد، ولكن المهم نديروا الخاطر الاخ ديالنا. خي وهاب حناني قال لك واش تقدر تعاود الاجابه؟ عافاك تقطع لي اللايف كي جاوبتي سولتك اذا هانيه تقول ايباي نجيب السلعه من امازون. المهم خويا هذا الجو راه هاد اللايف راه غادي نسجلو ان شاء الله في يوتيوب، ودخل لها لاشين ديالي تابونا فيها، وديك الساعه تطلع لك يطلعوا لك الفيديو ديالي. خويا واش باش كتعرف واش برودوي عنده تراكين نمبر؟ برودوي خصو يكون ملموس في ايباي، كيعترفوا غير بالملموس. شي حاجه مثلا غادي نبيع لك مثلا وساده، هاد الوسادة راه خصها باش كتصيفطها كيكون عندها واحد رقم تتبع، الا ما كانش عندها رقم تتبع راه ما عندك ما دير بها. هايزنبرغ ايمن، صافا بخير ايمن، من الناس اللي كيخدموا فايفر، ناس خطار في الديزاين. يعني كنصح بيه حتى الدراري اللي ما توفقوش في الدروب شيبين، اللي كتعرف ترسم ولا شي حاجه تقدر اخويا ان شاء الله دير شي حاجه، دير ارقام. كنعرفو انايا والدري صديق ديالي ومن الصغر ديالو كيامن بالموهبه ديالو، والحمد لله يا اخي تبارك الله عليه، يعني كيدير ارقام. انا راه عاود ليا وعارف شنو كاين. واخا اخوان الصوت دابا مزيان. بالنسبة أسئلة زيدنا أسئلة. إلا عندكم شي أسئلة أخرى قبل ما طلع لي هادشي. المهم قالك الصوت تشوفوا هاد الجب. نحيدو هادشي، نخليها غير هادا فوالا. معرفتش حيت انا اسئلة مازال معطلين عندي وما كيطلعوش عندي اسئلة. اللي بغى يسول شي سؤال يسول باش نبقى نجاوب. اسئلة مازال ما تيطلعوش عندي، سيبا ما عتمناش، ربما حيت كيكون واحد لا ديفيرونس ما بين الصوت و ما بين اللايف والاسئلة، ربما هذه كنلاحظها ديما. المهم اللي عنده شي سؤال يحاول يسأل. اخوان الله يرحم بها الوالدين، اسئله شخصيه وحاولوا ما تسولوهاش. سول لنا اخويا شي حاجه تقنيه، شي حاجه اللي عندك فيها اشكال، شي حاجه فيها استفسار، شي حاجه اخويا اللي خاصه بيا ما تسولنيش فيها. الله يرحم لك بها الوالدين، هداك الشيء كيبقى خاص بيا. شحال عندي ديال من كونت، شحال عندي، واش كنخدم هنا ولا لا. انا خدام اخويا في ايباي، صافي يكفي انني غنعطيك واحد المعلومه وغنفيدك بها. يعني ما بغيتش اخوتي نبقى سميتو نعيشكم في الوهم ولا شي حاجه. صافي سولنا اخي شي سؤال انا نحاول نجاوبك عليه، واعتذر على هذه الاجابه هذه. يعني انا ما شحال كندخل ولا كنخرج، داكشي كيبقى خاص بيا.
خويا انا عندي 17 اون 17 اون، واش كاين شي امل باش ندير كارت كيشي في هاد السن؟ خويا حاول تكمل 18 عام وسير اخويا دير الكارت كيشي، غادي تكمل ان شاء الله 18 عام. دابا يا اخي سيقلع على الدومين ان شاء الله، انا كنعرف واحد الدريري كيدور معايا غير في هاد السيمانه صراحه، لا باقي صغير عنده 15 عام، وخطير يا خويا خطير بين من الكريم، انا هذاك الدري عارفو غير مسلم. اها كيفاش تدخل فلوس من البايونير؟ خويا راه كنت درت واحد اللايف، ادخل ان شاء الله راه كاين في الديسكريبشن، كاين في الديسكريبشن ديال اللين، ادخل لهذاك اللايف وغادي تلقى كيفاش ليتو، كيفاش دخلت الفلوس، كيفاش كندو سميتو. لا اخويا، خويا باش كتعيط الايباي واش كتخلص؟ لا اخويا ما كنخلصش، حيت كنعيط باغ سكايب. سكايب بالنسبه لامريكا راه فري. لا اخويا سلام صافا، واش تراكي النمبر بعد المرات كيكتبوا لك في شي لايف كيتقطع، انا عارف حيت عندي مشكل هنا. قال لك واش تراكي النمبر؟ سلام صافا، واش تراكي النمبر بعد المرات كيكتبوا لك في شي بين بانه ما كاينش هاد القضيه، من غير الا كنتي في امازون جبت السلعه من امازون كيعطيوك واحد تراكي النمبر ما كيقبلوهش اي باي، وما كيتقراش حتى في 17 تراك. مسألة ديال الطاكس ممكن نشرح مسألة الطاكس في أمازون وشكرا. الطاكس أخويا هما كاينين شي ولايات كيحسبوا الطاكس، يعني باش مثلا كيجي شي واحد كيشري من عندك كتمشي انت كتشري ليه واحد الايتم كتلقى مثلا واحد الطاكس، يعني كتختلف من ولاية لولاية. أنا ما عنديش شي استيماسيون صحيحة ديالها ولكن راه كتختلف. كيفاش تشري بالباي بال من امازون؟ خويا باش تشري من باي بال من امازون راه ما يمكنش، بالباي بال من امازون راه ما يمكنش، ولكن تقدر تشري مثلا جيفت كارد، وهذيك الجيفت كارد ديال امازون كتمشي كدير واحد الكود ديالها كيصيفطو لك باغ ايميل، راه عطيت للدراري السيت ديالهم، كتمشي كدير بها كتشري بها الايتم عادي. واش ايباي باقي فيه ميدان اخويا؟ راه شوف عمك شي تجارة حبسات تنضمنش، من غير الا كان هذاك اللي يخدم حبسها او لا ما عرفش يخدم فيها، هذيك هي على دابا كيقول لك راه حبسات. ايباي باقي فيه ما يدار. انا نعطي واحد المعلومه للاصدقاء باللي الثقافه في امريكا اش كتقول؟ كتقول باللي ايباي كاين فيه دي برودوي خاص على امازون. شوف شوف العقليه ديال داك الناس كيف كيفكروا، يعني كيقول لك باللي راه ايباي راه خاص على امازون، واخا هما راه كاين اللي كيعرف المساله ديال الدروب شيبين كاين اللي ما كيعرفش. وفريمون الا لاحظتي بزاف راه كاينين الاثمنه الخاص، سيرتو انهم كاينين اللي جاي من الشينوا كاين اللي جاي من بزاف ديال البلايص، هادشي علاش. يعني اي برودكت عنده تراكين نمبر هو خاص يكون ملموس، هو السيلر اللي تعطيك كيعطيك تراكين نمبر، بيان سور السيلر هو اللي كيعطيك تراكين نمبر، الا ما عطاكش تراكين نمبر راه ما يمكنش. راه كاين في علي اكسبريس بعض المرات كتكوشي لوبسيون ديال هذاك اللي غينقل لك السلعه، الكارير ناقل ديال السلعه ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، المهم اللي كينقل لك السلعه حنا كنديرو كنختارو لوبسيون ديال اي باكيت. اي باكيت كتجي فيها التراكين نمبر كيعطيوك الرقم ديال التسبو وكتعرف السلعه ديالك فين كاينه، هذاك التراكين نمبر كتهزو كتحطو في اي باي صافي. خويا منين كتشري باش تجمع الفيدباك؟ واش كتشري البرودوي ودي العنوان ديالك؟ شري باش تجمع الفيدباك واش كتشري؟ خويا اصلا كيكون العنوان ديالك كاين، فهمتيني؟ تقدر تقول لي واحد القضيه، شوف انا شري من عندك هاد الايتم هذا وخليه عندك، فهمتيني؟ هو اصلا يقدر يكون ما كيشبيش للمغرب، يعني شوف على حساب. المهم انا كنصح الدراري يشريو تصويره ولا شي حاجه بحال هكا، ولا مثلا كاع شي ايتم راه كيكون ديجا طالعه لادريس ديالك، راه الا كان كيشيبي للمغرب راه يصيفطو ليك. خليل خويا دخل البروفيل ديالي غتلقى السيت ديال الكاش باك. ايباي غدا وكتطلع في البيع ديالها، ما فهمتكش اخويا ايوب، ولكن المهم راه كاين المبيعات كاين الخدمه، بويسكو ان ايباي باقا مصنفه من الشركات العالميه اللي فيها الخدمه،
صافي ديال راه تقدر تخدم عادي، يعني من الشركات العالمية اللي عندها شي واحد دافير كبير ديالها راها مزيانة. ما نبقاوش نحكموا على شي حاجة وحنا مازال ما جربناهاش. ماشي اي واحد فشل في شي مجال يجي يقول لك بلا راه هذا المجال هذا راه غير مربح او غير ما شي مربح او نعدمش فيه الخدمة. جيف سكات، الجيف سكات ادخل جيم فليب، جيم فليب جي اي ام او flip.com.com. هادشي اللي كاين واقع لك، كيبان لي نحبس اللايف حيت الاسئله حبسوا عندي هنايا. يس جيف كارد، يس يس جيم فليب. هلا كاين شي سؤال اخر ولا شي حاجه نقدر نجاوب عليه بيد ما ستيت هاد اللايف؟ كنذكر الاخوان ان اللايف ما غاديش نخليه مصفق عندي حيت غادي يهبط، ما يبقاش يتشاف من بعد. الوغ غادي نحاول نديرو فلاشين ديالي، غادي نديرو فلاشين ديالي حيت انا لاشين ديالي ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد الدورة على اي باي على كيفاش نجيب مبيعات كيفاش كدا. بيان سور ما غاتكونش واحد الدورة اللي بسيطة، شي دورة اللي معمقة، غنحاول نشرح فيها شي حاجة اللي بازيك مثلا بحال بيزنس بوليسي، بحال بزاف ديال الحوايج اللي ما كانتش واضحة، وغنحاول ان شاء الله نشرح فيها حتى شي حاجه احترافيه. يعني نحاول من هنا ومن هنا باش ان شاء الله يجيبوا مبيعات. يعني بزاف ديال الناس كيجي كيقول لك ما جبتش مبيعات، داز شهر شهرين 3 شهور ما جبتش مبيعات وكيبقى قنطان، فهمتيني؟ نحاول ان شاء الله نجيبوا مبيعات كاملين ونتعاونوا كما كيقولوا. زياد هيليكس، اسمح لي محمد طه، خويا واش اي بي يمكن لها تاخذ الفيز ديالها من هولد في باي بال؟ ما عمري صراحه الله انا ما عمري ما تعاملت بالهولد، ولكن غير كيطلقوك الهولد هي اصلا الفيز ديالها كيتخادو كل الاخر ديال الشهر، يعني هي واخده اون كونسيدراسيون 30 يوم، يعني في الاخر ديال الشهر كتخلص من الفيز ديالهم عادي. زياد هيليكس، انا باغي نخدم في اي باي ولكن كيقولوا كيبلوكيو ليك الكونت على سبه. انا اخويا راني شرحت هذه القضيه ديالي علاش كيبلوكيو الكونت. امون افي ديك اللي شفت وعرفت به هو انك تحاول انك تخدم امازون. انا كنصح به دير تخدم امازون، ما تخدمش بعلي اكسبريس، يعني من امازون وتحط السلعه وما كاين لا كوبي لا كولي، يعني كتهز مثلا تايتل كتوبتيميزي كتخدم على الكي ووردز، ماشي غادي تجي غتكتب ليا فري شيبين. انا راه عارف هذيك الايتم راه فري شيبين، راه طالعه ليا لتحت، اولا غتكتب لي فاست اند فري شيبين، اولا تكتب لي نيو. بيان سور راه نيو راه باينه طالعه، راه الانسان قبل ما كيدخل كطلع ليه نيو، اولا كتجي كتكتب لي مثلا كتقول لي هوت، الكلمات هادو كيضيعوا لك التايتل ديالك، ماشي كيضيعوا لك ولكن ما كيخليوكش تستافد من الكي ووردز. مثلا انا فاش غادي نجي نطابي غنقلب على الكيس ديال ايفون، غنكتب كيس فور ايفون اكس، ماشي غادي نكتب مثلا غنكتب فري شيبين كيس فور ايفون اكس فري شيبين. علاش غنكتب انا فري شيبين؟ انا اصلا غادي يطلع ليا انا هاد القضيه هادي ما كنامنش بيها، وحيد هذاك الشيء راه ما خدامش. بالنسبه للتصاور خدم فوتوشوب اوبتيميزيهم حتى هما، التصاور يحمل العنوان ديال سميتو ديال الايتم، يعني مثلا كيس فور ايفون نكتب كيس فور ايفون على التصويره باش تهي ترانكا. باش تجيب مبيعات دغيا حاول في الاول ما تلعبش على البروفيت، حاول تلعب على اش كيقولوا تلعب على بروفيت صغير، فهمتيني؟ وحاولوا تاكتيفيو حتى الكاش باك حتى هو، حاولوا تاكتيفيو باش يعاونكم، وما تلعبوش على داك البروفيت العالي باش تبيع دغيا. ومنين كيدير يطلع لك الكونت كتجيب واحد 10 الفيدباك الاوله، ديك الساعه الكونت ديالك كيوليو كتيقوا فيه الناس، واخا الناس كتثق في اي باي اكثر من السيلر، يعني السيلر راه كيبقى خدام على اي باي، يعني صافي كتطلع انت ديك الساعه صافي كيبداو يجيوك مبيعات. الناس اللي كتقول لك مثلا دير واحد لا مارش كبيره، ما عارف كاينه منافسه بصراحه الله. انا فاش كنشوف شخصيا فاش كنشوف شي برودوي قليل ما محطوطش بزاف كنطلع فيه لا مارش، كنشوف شي برودوي فيه الناس حاطين منه بزاف تينا كنحاول نفسهم بيد ما ترانكيت، وعاد كنزيد في الثمن، يعني كل ما تبع ليا كل ما زدت الثمن ديالو، ماشي ديك الزياده المعيقه مثلا داك الشيء بشويه ما تحبسوش. اخويا ما كرهتش ولكن راه تابعنا خدمتنا. لاشين ديالك، لاشين ديالي راه كاينه في الكومنتار فول، او لا غادي غير نحبس غادي نحاول نلوح البوبليكاسيون ديال لاشين ويتفرجوا فيها الدراري، او لا غادير اي كوميرس اي تريبسيس كوميرس فيديو
ذا اس في الاخر، وغطلع لك انا غادي ندير واحد اللايف. ايوا واش بقى يبان يمكن تاخد الفيس ديالها من الهولد في هذا ديجا تقال صباح الخير خويا، والله يرحم بها الوالدين. مرحبا بك، شي سيت تعرف بيه فيرو ديجا دويت على القضية، وصلتني كارت بايونير كيفاش نأكتيفيها مع الكونت ديالي، مع العلم ان في الكونت 0 60 دولار، ولا محتاج اكثر كيفاش الطريقة؟ الله يحفظك. الكونت ديالك واش كتهضر على سي اش او لا كتهضر على باي بال؟ الا كنتي كتهضر على باي بال انا اش غادي نقول لك، خص يكون عندك فلوس في باي بال ماشي في الكونت، وحاول انك تلينكي الكونت بونكار ديال باي بايونير، يعني سواء بنك اوف امريكا ولا سيفينغ ولا اكسيتيرا، يعني هذاك الشيء اللي عطاوك حاول تلينكي، يعني لينكي هذاك الكونت وصافي، وغتبقى تدوز ليه فلوس عادي. ولكن كيفاش تلينكي راني درتو في اللايف ديالي سابقا. اوكي سي با، غادي نخلص هاد اللايف. قال لي راه صافي نحبسو، عندي هنا الاسئله هنايا تيشوفوني 43 واحد، يعني ماشي الناس بزاف هادشي اللي كاين. ميرسي بيان. المهم هضري على شي حاجه بحال هكا قبل قد ما تجاوبني شي اسئله، وغادي نسد اللايف هذا. المهم بالنسبه للاخوان اللي مازال ما بداوش، ولا كيقول لك انا يا راه مازال ما بديتش، وهذا كنصحهم انهم يتفرجوا في دورات، يتفرجوا في الكورس ويخدموا عليهم، وما تحاولش دير بزاف ديال لي ميثود، يعني حاول تخدم على ميثود وحده، يعني مثلا هاد السيد دير ميثود، الاخر دير ميثود، واحد اخر دير ميثود، حاول انك دير ميثود وحده، يعني تخدم على ميثود وحده وصافي، يعني ما ماشي تبقى كل مره تخربق، تلاح من هنا لهنا لهنا لهنا، ما يجيكش السيلز كما كيقولوا، ما تبقاش تبيع. هادشي اللي كاين يعني، واللي مازال ما بداش بدا اخويا، حيت اللي كما كنقول للدراري، اللي كيتعلم العمان كيقراه، اللي كيقراه كيقرا العمان، ماشي بحال داك الشخص اللي كيدخل يعوم، هذاك اللي كيدخل يعوم عوام كما كيقولوا، فهمتيني؟ يعني كيدخل كيعوم، يعني راه كيبقى يتعلم، يلا كيدير شويه رجليه شويه كيغرق شويه كذا كيطيح في مشاكل، هذاك هو اللي كيتعلم دغيا. اما هذاك اللي كيبقى يقرا من البعيد ما يبدا بريدون بزاف، فهمتيني؟ خصص الوقت للتعلم، يعني الا كنتي خدام ولا كتقرا تعلم يا اخي. واحد القضيه بغيت نقولها، بزاف ديال الناس كيقول لك مثلا راه انا راه غادي ندير دروب شيبين شويه، غندوز لهذا شويه، غادي ندير انستغرام شويه، غادي ندوز اليوتيوب شويه، غادي ندير الفيرال شويه، غندير خويا راه اش غادي نقول لك، كدوز واحد 3 سنين 4 سنين كتلقى راسك في ميم بوان، يعني ما تغير عليك والو، يعني انت هو انت، يعني كتبقى تنقز من دومين لدومين، وهادشي راه ممنوش. انا كنصح الدراري اللي يخدموا مثلا في ايباي، خدمت شويه في ايباي، جمع راس المال مزيان، ايباي هو راه مصدر الرزق كما كنقول، جمع راسك مزيان، خدم مزيان، ومن بعد يا اخي خدم مزيان، ومن بعد حاول انك تاميليوري راسك، ان ما تبقاش حابس في نقطه واحده، حاول تاميليوري راسك، تشوف بزاف ديال المواقع اللي تخدم فيهم، مثلا بحال شوبيفاي، تخدم دير واحد الستور ديالك في شوبيفاي، تخدم على راسك، حاول تقرا على شوبيفاي، وانت او ميم طون كتقرا على ايباي، يعني مثلا عاد بديتي على ايباي قرا على ايباي، اميلو راسك مزيان في ايباي، وبدا تقرا على شوبيفاي، ملي تسالي القرايه على شوبيفاي حاول تانتغرا فيه، يعني ما تخليش انت كما كيقولوا رزقك على 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 متعلق بحاجه وحده. ايه فاش قلت لكم انايا ما تبعش بزاف ديال لي دومين، ما كنقصدش انايا ان هاد الاي كوميرس راه بوحدو، اي كوميرس راه كيجمع بزاف. شنو هي احسن كارت بونكير؟ احسن كارت بونكير بالنسبه ليا شخصيا هي السي اش، واخا المشاكل ديالها كثيره، ولكن احسن كارت بونكير، يعني حتى الفلوس ما بقاش تعطل كيف شحال هادي. اش غنقول لك، ايوا عندهم المشكل ديال الاي شوبين، مرات تخدم مرات لا كما كيقولوا، و اي شوبين ونزيدو عليها. المهم مزيانه، وما كيقطعوش لك حتى على ما كيقطعوش لك حتى على المبيع، مثلا غتمشي تشري من امازون بي ام سي كتقطع لك 10 دراهم زايده على الثمن ديال الايتم، كنت غتشري ب 10 دولار حسبو 11 دولار، فهمتيني؟ يعني راه حتى بالنسبه لك راه ما صالحاش، او لا سوسيتي جينيرال اللي كتقطع 15 درهم وكتعطى الفلوس ما كتجيكش دغيا، يعني هاد البلان خايب. السياش هي احسن بنك دابايا، وخا صراحة الله ما عندهمش سيولة مالية، ولكن كومين بعدها كومين
يعني بالنسبة للناس اللي كيديروا دروب شيبين مزيانة. كيفاش ناكتيفي باي بال؟ ما فهمتش اخويا كيفاش تاكتيفي باي بال. غتمشي لا بنك، غادي تطلق واحد، دير واحد كونت بونكير، غادي تلي لا كارت بونكير ديالك وتاكتيفي باي بال. ما فهمتش انا السؤال. شي دورات نصحني بيها، شي دورات نصحك بيها. الصراحة الله كاينين دورات بازيك بحال ديال رامي عزت، واخا دورة قديمة شوية يعني داكشي شوية تبدل، وكاين شي لعيبات ما متفقش فيهم انايا. كاينة الدورة ديال يونسي، ولكن كانت الهضرة أكثر من التطبيق. وكاين شيب ناو، يعني شيب ناو ديال واحد صديقنا معانا مهدي خزرجي، يقدر كتر مزيان. وكاين عبدوين حتى هو مزيان. هادو كاملين كتطي طابي في يوتيوب غتلقاهم. وان شاء الله انا نحاول ندير شي دورة على حساب 2019، شي حاجة زوينة، حيت انا لاحظت بزاف ديال الناس كتسول وحاصلة. والدروب شيبين يعني دومين جديد، الناس راه باغا تتعلم، يعني نحاولوا نعطيو ما امكن وتكون استفادة جماعية. نهضرت على الكورس ما فهمتينيش. كنقول لك الكارت بايونير اكتيفي مع الكونت بايونير، ماشي خويا راه فاش كيسيفطوك هذاك الورقة اللي فيها جات فيها لا كارت، راه سيفطولك معاها كيفاش تاكتيفي. المهم ما عرفتيش تاكتيفي، غتدخل الكونت بانكير ديالك بايونير ديالك، غتبارك عليه صافي. غتدخل غيطلع لك واحد اللعيبه في الفوق، اكتيفي لا كارت، بالك على اكتيفي لا كارت. دخل اخويا الارقام اللي عطاوك، دخل سميتو هذاك ديال نيميرو دو سيكوريتي باش بغيت تيري بيها، وها انت عندك لا كارت. واش سياش فيها او الفيزا او الماستر كارد؟ فيها بالنسبة للماستر كارد، الماستر كارد هي كود 30، والاي شوبين هي فيزا. او حاولت تلينكيها ما واش. هذا سي مع شي واحد اللي بغى دورات يشوف اس اس اكاديمي. اس اس اكاديمي هذاك السيد وقيلا هو ديال عصام شحاده، يعني هذا عصام شحاده وقيلا عايش في اوكرانيا، كيبيع داكشي الاتاري، داكشي ديال الصناعه وداكشي. صراحه الله سيد مزيان، كيعطي سميتو صراحه الله شي حاجه زوينه. المهم كنصح بيه حتى هو مزيان، كتبو يا عصام شحاده مزيان، هو وقيلا فلسطيني كيقول مهم مزيان، انا كيجيني مزيان. بالنسبه اللي كيديروا اي كوميرس، اي كوميرس من لوكال يعني كيصيفط من هنايا للخارج، هذوك راه يصلح لهم صراحه الله. هذا الشيء اللي كاين. غادي نحبس هذا اللايف وقيلا صافي. اوكي ميرسي بزاف، شكرا بزاف اخوتي. هذا اللايف غتحبس، وان شاء الله غادي تلقاه في لاشين ديالي، غادي نحط اللينك ديالها ان شاء الله. واللي خصاتو شي معلومه ولا شي حاجه، واخا غادي نتعطل عليه في الجواب، ولكن يحاول يتواصل معايا نقدر نعاونه. يعني انا كنت عطل في الاجوبه سيختو، انا عندي بزاف ديال لي ميساج ما كنحاولش نوفق بيناتهم. خصك سميتو سكرتير الا بغيتي تجاوب على داك الميساجات كاملين. المهم مرحبا بكم و بون شونس الاخوان، والله يسهل عليكم. اللي مازال ما بداش يبدا، واللي عنده مشاكل يحاول يحلها، حيت دروب شيبين كامل مشاكل، والمشاكل اللي كتبقى جزء لا يتجزأ من هذا الدومين هذا. يعني اي مشكل حاول تحلو، اي مشكل حاول تحلو. المهم اخوان شكرا بزاف، والله يسخر والله يجيب تيسير الاخوان كاملين. بون شونس.